سبب واحد لزيادة الرزق. هناك أخي الحبيب أسباب نغفل عنها، ولكن هناك سبب حدثنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. مشكلة أن معظم الناس يغفلون عن هذا الأمر، وهو أمر مهم وأمر فيه فائدة وفيه خير. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد لنا أن الرزق يزداد، وأن هناك أعمال ليس لها علاقة ظاهريا بالرزق تكون سببا في زيادة الرزق. نحن نعلم حسب قواعد الاقتصاد الحديث أنه من يعمل أكثر يكسب أكثر، من يفكر أكثر يكسب أكثر، من يغتنم الفرص أكثر يكسب أكثر. ولكن هذا المقياس غير موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الهدف الذي جاء من أجله النبي عليه الصلاة والسلام ليس المال. جاء هذا النبي لينشر لنا رزقا من نوع آخر، هو السعادة، هو الطمأنينة، هو أن تكون طويل العمر ويبارك لك في عمرك، هو أن تكون طيب السمعة حتى بعد موتك. هذا نوع من أنواع الرزق أيضا. لذلك في البداية استمع معي إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نتأمل هذا الحديث ونرى الروائع التي قالها هذا النبي الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه، صلى الله عليه وسلم. انظروا كم عدد الكلمات قليل، ولكن التطبيق صعب على كثير من الناس. هل يسرك أن يطول عمرك ويزيد رزقك؟ ما معنى ينسأ له في أثره؟ أي يطول عمرك وبعد أن تموت يبقى ذكرك الطيب. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بك حتى بعد الموت، يهتم بسمعتك بعد أن تموت. ليس كما يزعم الملحدون أن الإنسان إذا مات انتهى كل شيء. لا يا أخي، ذكر الإنسان شيء مهم، هذا أحد أنواع الرزق الذي يبقى بعد موته. طيب، صلة الرحم ماذا تعني؟ اليوم والله أيها الأحبة هناك وسائل بسيطة جدا وخفيفة جدا ولا تكلفك أي شيء، بمجرد أن ترسل رسالة لأحد أقربائك المقربين كل فترة. هناك طريقة أخرى أيضا لصلة الرحم ممتعة وبسيطة وفيها دعوة إلى الله. أرسل له مقطع فيديو مثلا فيه حكمة، فيه موعظة، فيه تدبر لآية قرآنية، فيه تفكر لحقيقة كونية. هذا نوع من صلة الرحم، يعني تبقى معه على تواصل، يعلم أنك تتذكره. عندما يفتح الموبايل ويرى اسمك عبر برنامج واتساب أو غيره، يعلم أنك تذكرته بهذا المقطع، فهذا نوع من أنواع صلة الرحم. لذلك أخي الحبيب، لا تحقرن من المعروف شيئا، أحيانا تمرة قد تدخلك الجنة، أحيانا كلمة تقولها تهوي بك في جهنم 70 خريفا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة من غضب الله، كلمة تغير مصيرك بالكامل. صلة الرحم أيها الأحبة، لماذا سميت بالأرحام؟ يعني على رأس الأرحام الأب والأم والأبناء والإخوة والأعمام والأخوال، كل هؤلاء أرحام. لماذا اشتق الله لهذه العلاقة كلمة من اسمه الرحمن الرحيم؟ ليؤكد لك على أهمية أن تصل الأرحام.
على أهمية بر الوالدين، اعتبر الله عز وجل اعتبر أن بر الوالدين يأتي بعد عبادته مباشرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عبادة الله ثم الإحسان للوالدين، ما هذا؟ هذا هو الإسلام أيها الأحبة، ليس كما يدعي هؤلاء الملحدون الذين يخرفون ويقولون الإسلام إرهاب. ما أنا أمامكم، أنا مسلم، أنا ماذا أطبق الآن؟ أنا الآن جالس هنا أطبق ماذا؟ أطبق كلام النبي، أنا أطبق تعاليم القرآن، أنقل علم نافع. هذا الكلام قاله النبي، هذا لا يصدر عن إنسان مجرم أو إرهابي أو طماع أو جاء ليفتك بالبشر أو جاء لي فقط ليتزوج النساء ويستمتع ويجمع المال. لا، لم يقل لك إذا أحببت أن تأتي بالمال اذهب واشتغل وكذا. اليوم كتب البرمجة اللغوية العصبية، كيف تكسب المال، كيف 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 إلى آخره، تعلمك فقط كيف تأتي بالمال، ليس مهما كم عدد الفقراء من حولك، ليس مهما كم واحد يجوع من حولك، المهم أنت أن تكسب المال. هذا هو الاقتصاد الحديث، هذه عقيدة الإلحاد. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على الفقراء، على الضعفاء. آخر كلمات نطق بها ما هي؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال أيضا في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا. دائما كانت عينه على الطرف الأضعف، وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما أوصانا النبي أن نصل الرحم، وأوصانا أن نبر الوالدين، واعتبر أن بر الوالدين هو السبب الرئيسي في دخول الجنة رغم أنوفنا، إذا أرضينا الأبوين أحدهما أو كلاهما رغم أنفك ستدخل الجنة. وبالتالي أخي الحبيب، هذا العمل اليوم نحن افتقدنا له. يأتي شخص يقول لك أنا أدعو أدعو لا يستجاب لي. طيب، تفقد موضوع صلة الرحم، هل هناك خلل أو مشكلة في علاقتك بأقاربك؟ هل هناك خلل في بر الوالدين لديك؟ أو بر يعني أصدقاء والديك بعد موتهما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أن البر لأصدقاء أبويك هو بر بالوالدين بعد موتهما. طيب علميا، ما الذي يحدث إذا قمت أنا الآن ببر الوالدين وصلة الرحم؟ يعني من أي كيف سيأتيني الرزق؟ أولا أخي الحبيب، الإنسان الذي يصل الرحم ويتحمل أحيانا الأذى في سبيل ذلك ويكون لديه رحمة وشفقة وعطف على الكبار والصغار، هذا الإنسان غالبا يكون محبوبا ممن حوله، يكون موثوقا ممن حوله. نتحدث علميا نحن الآن، يكسب ثقة الآخرين. ثقة الآخرين هي رزق، تأتي لك بالرزق. أنا لا يمكن أن أضع مالي مع شخص لا أثق به، شخص يقطع الرحم يؤذي أقول إذا كان يؤذي أبوي سينفعني أنا؟ هذا بلا شعور، العقل الباطن يفكر هكذا. أنت إذا أردت أن تتعامل مع شخص وعلمت أنه بار بأبويه، عطوف على أبنائه، مخلص لأقربائه، تقول لابد أن هذا الشخص سيكون مخلصا لي، سيكون بارا بي، لن يأكل مالي، لن يهضم حقي. وبالتالي تضع أموالك معه، أو إذا كان لديك عمل تشغله تمنحه هذه الثقة. وبالتالي صلة الرحم كانت سببا في كسب ثقة الناس من حولك، وبالتالي يزداد رزقك. طول العمر سببه أيضا صلة الرحم، لأن الإنسان إذا كان حقودا مليء قلبه بالغل هذا لا يعيش كثيرا، لأن
الجامعات العالمية والدراسات العالمية قامت بمئات الدراسات تقول إن التسامح والعفو والرحمة وأعمال البر والأعمال التطوعية والعفو عن الناس، كل هذا يزيد في عمر الشخص لأن قلبه يكون أهدأ. يعني أقصد أن نظام عمل القلب يكون أفضل، ليس لديه توتر نفسي، ليس لديه نوبات غضب، وبالتالي يكون نظامه المناعي أقوى ويعيش أكثر. إذن أخي الحبيب، إذا أحببت أن يزداد رزقك، يطول عمرك، يبقى ذكرك بعد الموت ذكرا طيبا، عليك أن تصل الرحم، وعلى رأس هذا الرحم الأبوين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.